يا مو لا تخافي عليه، لا تخافي عليه، كل الحكي اللي سمعتيه عن أخي مو صحيح. لكان ليش صالحة رجعت؟ وليش القفل بذاته ما قفل؟ لا وراح لعند أخوك ليوقف معه بشدته؟ لا شدة ولا شيء، كل هذا الحكي اخترعناه أنا وأخي طارق مشان تمرق كمشته عند عزيزة. بشرفك إنه كل هالشي سلبي؟ لك مثل ما عم قلك يا مو، معقول يعني يكون أخي مارق بشدة وأنا أتركه؟ شو ما عندي قلب يعني؟ لا والله أنت ما بتعملها، لهفتك على أخوك ما بعد لهفة. خه شفتي أنت قلتيها. لكان ليش صالحة رجعت تنام عند أهلها؟ لأنه أخي طارق بهالكم يوم عنده شغل بالليل، عرفتي شلون؟ هلأ إذا مالك مصدقتيني بس يجي لعندك اسألي. ما بسامحك يا أنيس، والله ما بسامحك إذا كنت عم تكذب علي. لك يا أمي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ لك لا عاش ولا كان اللي بده يكذب عليكي، بعدين أنا أنيس. لا حول ولا قوة